مرحبا فادي الدمغسي من الجولان. هلأ أنا اخترت أغنية للأستاذ محمد عبده، وهي الأغنية ممكن إنها تجسد الحالة اللي أنا فيها، أو ممكن تكون هي عبارة عن جسر تواصل ما بيني وما بين الأقارب بالجولان. هلأ المعاناة اللي كنت أنا فعلاً عاني منها هي البعد، ما كنت بعرف أقاربي، ما كنت بعرف عمومتي، يعني مشتاق إني أسمع أصواتهم، شوف وجوههم. هلأ السنة الماضية إجوا على الشام وعلى الأشرفية صحنايا مكان إقامتي، وسهرنا نحن وياهم، وتمنيت فعلاً أنه الليل يطول وما تجي ساعة الوداع، لكن كل شيء له بداية وله نهاية. عملياً الأمل موجود إن شاء الله أني أرجع أشوفهم، وبهي المناسبة رح أهديهم هاي الأغنية، وإن شاء الله بشوفهم عن قريب. لبعاد كنتم ولا قريبين، لمراد انكم دايم 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 سالمين. لبعاد كنتم ولا قريبين، لمراد انكم دايم 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 سالمين. وما دول غير الله، الله يكون بعون الليل أشتاق 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 أسأل عنكم الأشواق. لفراق 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 ما غير علي لفراق. أشتاق 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 أسأل عنكم الأشواق. لفراق 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 ما غير علي لفراق. عساكم ما نسيتوني عساكم، عسى ما مر هوا بعد فداكم. عساكم ما نسيتوني عساكم، عسى ما مر هوا بعد فداكم. ما طر هواكم ما أطر قدر ولا لي قادر. ما طر هواكم ما أطر قدر ولا لي قادر. وما قول غير ليلة 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 لي
وطرد بالفرح أحزان فرقاكم. عساكم ما نسيتوني عساكم، عسى ما مر هوا بعدي وغداكم. عساكم ما نسيتوني عساكم، عسى ما مر هوا بعدي وغداكم. ما طر هواي